كان في واحد اسمه الامام ابو حنيفه، كان قاعد هو والطلاب بتوعه في الجامع بيدوهم درس علم، فهو قاعد بيديهم الدرس حس بشويه الم في رجليه، فسند ظهره على الحيطه ومدت رجليه، فهو قاعد بيدي الدرس دخل عليهم واحد كان شكله شيك وشكله حلو، يعني ظن الامام ابو حنيفه اللي هو ذو وقار او ذو مرتبه عاليه يعني في المكان، فالطلاب اللي كانوا قاعدين وسعوا له عشان يقعد، فالامام ابو حنيفه فكروا اللي هو ذو مكانه يعني او حاجه عاليه، فاستحى من نفسه فلم رجليه تاني وربع كده زي ما بيقولوا واستحمل الالم بس عشان الراجل ومكانته يعني، واستمر ابو حنيفه بيدي الدرس والراجل بيسمع والطلاب بيسمعوه. فبعد ما خلص الامام ابو حنيفه الدرس فبدا الطلاب يرفعوا ايديهم ويقولوا له الاسئله اللي هم عايزين يتناقشوا فيها، فالراجل الشيك ده رفع ايده هو كمان عشان يسال سؤال يعني، وسال الامام ابو حنيفه متى وقت صلاه المغرب، فرد عليه ابو حنيفه قال له اذا غربت الشمس، فرد الراجل قال له طب واذا جاء الليل والشمس لم تغرب ماذا نفعل؟ فقال ساعتها ابو حنيفه ان لابا حنيفه ان يمد رجليه، ومد رجليه عادي خالص، اللي هو ايه السؤال اصلا في حاجه غلط يعني، انت بص شكلك ومظهرك يدل ان انت مثقف وانت اصلا ما فيش خالص، انت ضايع منك خالص، فاللي هو اصلا ازاي الليل هيجي والشمس مش هتغرب يعني، الكلام اصلا بتاع الراجل اكد لابو حنيفه اللي هو اصلا جاهل. والدرس المستفاد هنا اصلا اللي انت ما تتخدعش في الناس عشان بس مظاهرهم، ممكن يكون واحد شيك جدا ولابس حلو جدا ومعاه فلوس كتير جدا بس هو جاهل اصلا ومش متعلم في اي حاجه، وممكن يكون واحد تاني مش شيك قوي ومش قوي يعني في اللبس او المظهر بس مثقف جدا وبيقرا جدا وعارف حاجات كتيره جدا ومعلومات كتيره، فانت ما تتخدعش بالمظاهر. وكمان اصلا اللسان الحاجات اللي انت بتقولها في اللسان دي من الحاجات اصلا اللي بتخليك لايك جنتلمان. وبالمناسبه لو انت عايز تعرف الحاجات اللي المفروض بتعملها عشان تبقى لايك جنتلمان، لما تنساش تعمل سبسكرايب على اليوتيوب ولايك على الفيديو بتاعت الفيسبوك، واستنى يوم الخميس عشان هنعمل خمس او ست حاجات لسه ما عملناش الفيديو عشان تبقى لايك جنتلمان. ما تتخدعش بالمظاهر، ما تتخدعش بالشكل، شوف الاول الراجل اللي انت بتكلمه او الانسان اللي انت بتكلمه ده على حياته، وهو هيبين لك بكلامه هو غبي ولا مثقف. دوس يا كوتش، السلام عليكم.